من قدام كابل هنا، ده كابل تسخين البيبرونات. واهم حاجه طبعا ان في معرض لينا بيبي ستور الشنطه الجيل السادس لايت دي اوريجينال، لان بيبقى بينزل منها تقليد ويقولوا عليها الجيل السادس لايت. هعرفكم ازاي الفرق انكم تعرفوا ان الشنطه دي اوريجينال ولا لا. او هلو يا حلوين، اهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهاتي. انا معاكم لينا من معرض لينا بيبي ستور. النهارده الفيديو طلب مني كتير جدا جدا جدا. احدث شنطة مكسرة الدنيا خالص، اللي هي الشنطة براند لوكوين الجيل السادس لايت. كلاينتس كتيرة كانوا بيبعتولي وماميز ان عايزين نشوفها على الطبيعة ونشوف كل مميزاتها وايه اللي بيفرقها عن الاجيال اللي قبل كده من براند لوكوين وعن الشنط اللي قبل كده، فهوريها لكم. وطبعا عندنا في معرض لينا بيبي ستور بأقل سعر في السوق كله، عندنا كل الوانها، والحمد لله مع زيادة الاسعار دي احنا ما زودناش اسعارنا لغاية دلوقتي، وان شاء الله ربنا يقدرنا ومش هنزودها. وهتشوفوا الشنطه عندنا بأقل سعر في السوق كله. لسه في كلاينت كانت عندنا امبارح وكانت بتشتري منها وقالت لنا انها شافتها في كل حته، يعني ازيد من عندنا ب 100 جنيه على الاقل. فهتعجبكم ان شاء الله الشنطه. هنشوف مع بعض الفيديو. وطبعا احنا بنوصل لكل المحافظات لغايه باب البيت، ومعرضنا في اسكندريه في منطقه الهدايا اللي هي ستانلي بجوار مسجد الهدايا وامام كلاسيك الهدايا للحلويات. وتقدروا تشرفونا يوميا في المعرض، تشوفوا كل تشكيله مستلزمات البيبيهات والحوامل باقل سعر في السوق كله. هنبتدي دلوقتي نشوف مع بعض، بس ما تنسوش تعملوا لي لايك عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا دلوقتي حالا، دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس جنبه عشان يوصلكم فيديوهاتي ورواياتي. ده الشنطه براند لوكوين الجيل السادس لايت. ايه الجيل السادس لايت؟ هشرح لكم كل حاجه. الجيل السادس طبعا نزل من لوكوين، اللي هو بيبقى ست فيه اربع قطع، اللي هو الشنطه الطبيعيه اللي هي الكبيره، وشنطه حجم وسط، وبورتوفي، ومشمع غيار، خلاص. ومعاهم برضو الاثنين هوك اللي بيعلقوا الشنطه على الاسترولر. لا، ان السات الكاملة دي ما بتعجبش امهات كتير، لان احنا مش مستنيين ان احنا نجيب الشنطة علشان نجيب المحفظة، اوريدي بيبقى عندنا محفظة. والشنطة الحجم الوسط ممكن في امهات كتيرة مش هتحتاجها، مش شرط انها تحتاجها. فبدأ المصنع يصنع الشنطة الجيل السادس، بس يطلع الشنطة بس من غير السات الكاملة، بحيث يوفر السعر المنتج الجميل ده على الكلاينتس وعلى الامهات، وفي نفس الوقت يبقى منتج شامل كامل فيه كل حاجة انت ممكن تحتاجيها، خلاص. يبقى ده الفرق ما بين الجيل السادس لايت والجيل السادس. الفرق انها هتنقص بس قطعتين، يعني السات الكاملة كانت اربع قطع، الشنطة والمشمع ومحفظة وشنطة حجم وسط، لا هي بقت الشنطة والمشمع بس. ادي الشنطة، وادي المشمع، اوكي، عليه طبعا كوين منوره الدنيا اهي، لو باينه عندكم، اوكي. طبعا ده مش هي شنطه بس، انا لسه هوريكم كل المميزات الجديده اللي فيها. اول حاجه اختلاف الماتيريال، الماتيريال حدثوها وطوروها وبقت ماتيريال اكتر استحمالا عن الاول، والاول اصلا يعني ممتاز. انا مش عارفه يعني هيحسنوها اكتر من كده ايه. بشتغل فيها ما شاء الله بقالي اكتر من 3 سنين، وكل العملاء بيجوا يشكروا فيها وبيقولوا بيها وهم بالبيبي الاول والتاني، وبيبقوا مبسوطين بيها جدا. فاول حاجه الماتيريال حسنوها اكتر واكتر عن ما هي كانت احلى. ماتيريال ووتر بروف من بره، تستحمل اي حاجه، وكمان طبعا ووتر بروف من جوه. زي ما قلنا معاها مشمع الغيار، ده القطعه الثانيه اللي معاها المشمع، شوفوا قد ايه شيك وقايم في الجزء الاستج. وادي ده حجمه، قايم جدا وشيك. بصوا الماتيريال عامله زي ووتر بروف من الوشين علشان يستحمل معاكي كل حاجه. نيجي بقى للشنطه شخصيه. اول حاجه بتميز الجيل السادس ومش موجوده في اي شنط تانية خالص، ان هي فيها من قدام كابل هنا، ده كابل تسخين البيبرونات. كابل تسخين البيبرونات ده بتوصليه بالباور بانك، بيدفي البيبرونات اللي موجوده، علشان انت في الشتاء في الصيف حابه ان الاكل بتاع البيبي يبقى دافي، فده كابل تسخين البيبرونات. الميزه دي كانت موجوده في الجيل الخامس، بس خلاص هو المصنع ما بقاش ينتج الجيل الخامس وما بقاش ينتج الاجيال اللي قبل كده، وهو الجيل السادس اللي طالع بكابل تسخين البيبرونات هو زي الجيل الخامس، بس قوه الكابل دي اكتر من بتاعه الجيل الخامس. وفي طبعا الجيوب الحراريه للبيبرونات، وفي طبعا الجيوب الحراريه للبيبرونات زي ما انتم شايفين جوه متبطنه بالفويل،
اهي، وكمان في جيوب رفيعه علشان تحطي فيها ترمومتر البيبي، معلقه البيبي، في جيوب رفيعه بطول زي ما انتم شايفين. فادي ده اول جزء، الجزء الاول، وهنا تقدري تحطي تتينه البيبي، اللعبه اللي بيفضلها، اللعبه اللي بيحبها وقت الاكل، يعني يبقى مع قسم الببرونات الحاجات اللي تلهيه وتخليه ياكل. اوكي، نيجي بقى للجزء اللي ورا، اتنين هوك اللي بيخلوا الشنطه تتعلق في الاسترولر بسهوله، ان بتتعمل كده وتعلقيها على دراع الاسترولر بمنتهى السهوله، انك انت تشيلي الشنطه وتشيلي الاسترولر. تاني ميزه بقى كمان الجيب اللي من ورا عشان تحطي موبايلك، تقدري تطلعيه بكل سهوله ما يتوهش في حاجه البيبي. ومن هنا الجيب الخطير ده علشان تقدري تسحبي الحاجات من تحت اللي انت حطاها، يعني سي انت حاطه طبعا ما شاء الله شنطه طويله، هترصي 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 حاجات كتير، عايزه تجيبي بقى مثلا السلوفات اللي انت حطاها تحت، انت عارفه ان انت حطاها اول واحد، هتروحي بدل ما تطلعي كل الحاجه عشان توصلي للحاجه اللي تحت، لا هتفتحي ظهر الشنطه تشدي اللي انت عايزاه بمنتهى السهوله تقفلي. يعني الشنطه سهلت عليكي كل حاجه. من اكتر الحاجات كمان اللي سهلتها عليكي جيب الوايبس السهل ده، هتحطي هنا الوايبس وتسحبيها كل ما بيحصل اي ايمرجنسي، طبعا ده لا غنى عنها مع اي بيبي. بصوا بقى بالنسبه للدراعات بتاعتها متبطنه وحلوه ازاي، شوفوا السمك بتاعها وشوفوا من هنا الماتيريال بتاعتها علشان ما تحرركيش، ومن هنا الماتيريال الووتر بروف ومتبطنه تبطين كده، عامل زي فاكرين زمان شنط المدارس المحترمه المحمله، هي كده. وطبعا بتطوليها عندك معاكي الطول ده كله، تطوليها بحيث عايزاها تبقى طويله لتحت خالص، عايزاها تبقى عند كتفك، تقدري تتحكمي فيها زي ما انت عايزه. نيجي هنا بقى ده كابل شحن اليو اس بي بتاع الموبايل، هتقدري تطلعي الكابل وتشحني الموبايل، اهو ادي الكابل اللي شحن الموبايل، بتوصليه للباور بانك وبتطلعيه من هنا، تقدري تشحني موبايلك وانت شايله الشنطه بمنتهى السهوله، بدل ما يبقى السلك طالع والدنيا مفتوحه ممكن اي حاجه تقع منك. فالشنطه سهلت لك كل حاجه، حاجه ممتازه جدا من مميزات الشنطه. شايفين الشنطه مش بتتنى ازاي من هنا، شايفين الشنطه مفتوحه لي زي البوكس ازاي، شايفين انا موقفاها كده، الشنطه مش مقفوله على بعض، عشان الام بتبقى شايله البيبي عايزه تطلع حاجه، مش الشنطه بقى ما تفضلش تتكعمش على بعض، لا الشنطه بالشكل ده عامله لك زي البوكس، تقدري تفتحي وتدوري وتطلعي فيها كل حاجه. بجد شنطه تستاهل سعرها من الاخر بجد، يعني انت هتجيبي شنطه هتقعد معاكي 4 سنين مريحه من اول اليوم لاخره، في الخروج في السفر في النزول، شنطة ممتازة يعني هافي ديوتي، تقدري تحطي فيها كل حاجة، مش خسارة فيها اي فلوس هتدفعيها فيها. ومن جوه عشان تسهلك الدنيا اكتر واكتر، الهوك ده عشان تعلقي فيه مفاتيحك، علشان انت شايله البيبي شايله الشنطه عايزه تطلعي المفاتيح، هوب هتشدي ده مفاتيحك موجوده. التقسيمات طبعا يعني واضح، انا مش محتاجه اني اتكلم عن شرح جمال التقسيمات والماتيريال، شوفوا عندكم جيوب قد ايه، تقسموا هنا البامبرز، هنا البيبي اويل البيبي باودر، هنا البافيتات، هنا فوط القشط، هنا اللبس كله بالكامل او الكوفرتا، بصوا معانا العمق بتاعها قد ايه، فوق يعني واصله فوق كوعي بشويه. طبعا الوانها اللي موجوده فوق في الصف اللي فوق ده، وفي الوان خلصت من عندنا ما شاء الله، شو احنا لسه جايلنا من يومين وما شاء الله في الوان خلصت، وفي الالوان دي والالوان اللي خلصت ان شاء الله جايلنا كمان يومين كمان، لان ما شاء الله الطلب عليها كبير جدا في معرض لينا بيبي ستور. واهم حاجه طبعا ان في معرض لينا بيبي ستور الشنطه الجيل السادس لايت دي اوريجينال، لان بيبقى بينزل منها تقليد ويقولوا عليها الجيل السادس لايت. هعرفكم ازاي الفرق، انكم تعرفوا ان الشنطه دي اوريجينال ولا لا، او اول حاجه السوست بيبقى مطبوع عليها كلمه لوكوين، كل سوسته مطبوع عليها كلمه لوكوين زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تاني حاجه العلامه لوكوين دي اهي بتكون بالشكل ده وبالكتابه بتاعتها، بتكون بالشكل ده وبالكتابه بتاعتها. تالت حاجه مشمع الغيار مطبوع عليه كلمه لوكوين، يعني بصوا مطبوعه مطفيه، انا مش عارفه هي باينه في الكاميرا ولا لا، بس هي مطبوعه كده مطفيه كلمه لوكوين 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 بالعرض كله لوكوين. وكمان مطبوع هنا في الليبل بتاع لوكوين على مشمع الغيار، وطبعا الليبل بتاع لوكوين عليها. غير طبعا بصوا الموضوع مش محتاج بالنظر كده، هتشوفوا الماتيريال هتحسوا ماتيريال فعلا فعلا محترمه، علشان ما تتخموش، علشان بيبقى فيه منها تقليد كتير شبهها وبيتقال عليها انها الجيل السادس لايت.
لكن في معرض لينا بيبي ستور موزع معتمد لشركة لوكوين هتشوفوا هتيجوا هتنورونا وهتشوفوا الشنطة بشياكتها وبقيامتها والوانها. الصف اللي فوق ده كله الوانها الجيل السادس لايت، وكمان بأقل سعر في السوق كله في معرض لينا بيبي ستور، بنوصل لكل المحافظات. ومكاننا في اسكندرية في الهدايا في صفحتنا على الفيسبوك لينا بيبي ستور ايجيبت، ورقمنا 012-700-6001 لو عايزين اي حاجة كلمونا او بعتونا. ودلوقتي تعالوا نشوف مع بعض الالوان، وكمان في الوان خلصت بس ان شاء الله جاية في خلال يومين. لفة كده، دي كده الوان براند لوكوين الجيل السادس لايت، زي ما انتوا شايفين الوان قد ايه جميلة وراقية جدا. ده الجيل السادس لايت اللي احنا لسه عاملين عليها الفيديو، فيه الوان خلصت وباذن الله هتجيلنا كمان يومين، وباقل سعر في السوق كله في معرض لينا بيبي ستور، تقدروا تنقوا اللون اللي يعجبكم. طبعا عندنا شنط كتيره جدا فرايتي مختلفه من لوكوين الجيل الرابع واللوكوين اللي بكماليات وبراند سان فينو، وتشكيله كبيره جدا. ما تنسوش بقى هستنيكم ان شاء الله في معرض لينا بيبي ستور يوميا من 12 الظهر ل 9 بالليل، وبنوصل لكل المحافظات. ما تنسوش ضروري اهم حاجه لايك للفيديو ده علشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. اكتبوا لي في الكومنتس لو حابين اعمل لكم فيديوهات عن اي حاجه تاني من مستلزمات البيبي والحامل. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، باي باي.